الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده مقاليد الأمور وتصاريف الأقدار، وإليه الملجأ في السراء والضراء. نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، ونثني على عظيم لطفه وكريم عفوه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأخوات، يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. لقد استحضر المغاربة هذا البيان الرباني والتوجيه القرآني وتوجيهات أخرى جاءت في معناه، وهم يعيشون جميعا الأوقات الماضية من ساعة وقوع الزلزال. وتكلم العلماء والوعاظ وأصحاب الفكر السديد فيما يليق أمام مثل هذا المصاب من مواقف الثبات واليقين والتوجه بالتضرع إلى ذي القوة المتين. ولنا يا معشر الإخوة والأخوات في هذه الكلمة وسيرا على النهج القويم أن نستحضر بعض ما تجلى به علينا مولانا سبحانه وتعالى من تجليات من خلال هذا القضاء الذي نزل بالمغاربة. التجلي الأول هو هذا اللطف الإلهي الذي صاحب الواقع، فلولا هذا اللطف في المكان والزمان والتصريف لكانت المصيبة بها أعم وأعظم بما لا يقدر وبما لا نستطيعه. وقد عودنا الله سبحانه وتعالى أن يشفق على هذه الأمة الحافظة لكتابه المداومة آناء الليل وأطراف النهار على ذكره. يقول سبحانه وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. التجلي الثاني الصبر والرضا